في حديقة منزلها. تقطفها نادي أبو هربيد المهندس الشاب في قطاع غزة ثمار التفاح والبرتقال وتقطعها إلى شرائح وتضعها في مجفف الطعام. تظهر النتيجة بعد 16 ساعة أو إلى 20 ساعة، وهي عبارة عن شرائح طبيعية بالكامل من الفواكه والخضروات والأعشاب المجففة. تلك الشرائح المجففة طبيعية وبدون أي إضافات أو مواد كيميائية أو سكر، من خلال جهاز لتجفيف الطعام صديق للبيئة من ابتكار الشابة الغزاوية.